ملفات نشرتنا من الساحة المصرية وتطوراتها، حيث التوتر على أشده عشية مظاهرات 30 حزيران لإجبار الرئيس محمد مرسي على التنحي بعد استقالة 3 كتل نيابية من البرلمان المصري وأعضاء من مجلس الشورى، وذلك تضامنا مع المحتجين. كما أصيب أكثر من 40 مصريا في اشتباكات في بني سويف واغتيل المفتش العام بوزارة الداخلية المصرية في العريش بمحافظة شمال سيناء، لتصل حصيلة الاشتباكات الإجمالية من اليومين الماضيين إلى 8 قتلى وأكثر من 500 جريح. الثورة على مرسي ضرورة وطنية مصرية، وهي كذلك أصبحت ضرورة قومية وأخلاقية، لأنه بمصر وحضارتها يتعلق مصير أمة. أدرك المصريون هذه الحقيقة ولو متأخرين، قرروا استعادة توازنهم وتصحيح زلة في تاريخهم وتاريخ الأمة ارتكبت تحت جنون الزمن أوصلت مرسي وجماعته الإخوانية إلى السلطة. قبل 30 حزيران لم يكن الهدوء سيد الموقف كما هو الحال في هدوء قبل العاصفة، فالمدن المصرية تغلي والميادين والساحات تعج بالمطالبين برحيل مرسي وجماعته، وتعج في الوقت ذاته بلطجية الإخوان وصبيانهم الذين يلعبون دور الحارس للمرشد الحاكم ومرسي الخادم عبر ضرب المحتجين بالرصاص وتفجير العبوات الناسفة لتسجل على فاتورة الدم الإخواني قتلى وجرحى. وأكثر ذلك، تطورت الأمور إلى درجة وصل فيها التهديد بالحرب الأهلية التي حذر منها الأزهر، واستقال نواب التيار المدني من مجلس الشورى ساحبين الشرعية من مرسي وجماعته الذين زرعوا الموت والقتل للإجهاز على ما تبقى في مصر. وإحنا جايين بنقول رسالة واضحة جدا للعلمانيين، وبنقول للليبراليين ان لو سقطت شرعية مرسي، وهي مش هتسقط وانتوا اقل من ذلك بكثير، بنقول لهم هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخة وهيبقى في تفجير بريموت كنترول وانتوا اقل من ذلك بكثير. المتابعة والقلق الامريكي للاوضاع في مصر على حد قول رئيس باراك اوباما هي متابعة وقلق الغارق في تفاصيل الازمة المصرية حتى الاذنين، فوجود مرسي وجماعته على رأس الهرم في مصر هو بإرادة أمريكية مع تنسيق تركي، فطلبت من مرسي المراوغة كي لا يخسروا كل شيء في مواجهة تمرد. وفي الجهة المقابلة بدأت بترحيل أسر دبلوماسييها من القاهرة. كلنا يتذكر ما سربته الصحافة في بداية ثورة 25 من كانون الثاني ضد حكم مبارك عن الاجتماع السري بين قيادة الإخوان المسلمين وقيادات أمريكية في السفارة الأمريكية في القاهرة، حيث وضعت أسس هذه المرحلة واتفق الطرفان وقتها على إيصال الإخوان والأحزاب التي يتسترون خلفها في معظم الدول التي اجتاحت رياح السموم الخليجية، مقابل أن تحصل واشنطن من تنظيم الإخوان العالمي على 3 شروط، وهي حفظ أمن إسرائيل ودعم اتفاقية كامب ديفيد وضمان أمن الدول الغربية من أي هجمات إرهابية من قبل تنظيمات تكفيرية تنضوي تحت عباءة الإخوان. في زحمة هذه التطورات وخطورتها، تبقى المؤسسة العسكرية المصرية على خط الفصل بين مرسي وجماعته من جهة وبين الشعب المصري المعارض له. ولكن هل سيبقى على هذا الحال إذا ما جنح الإخوان بمصر نحو العنف الطائفي والحرب الأهلية أكثر من ذلك؟